فازت القائمة المستقلة في انتخابات كلية الصيدلة بجامعة الكويت بعد أن حصدت 123 صوتا ضمن انتخابات الجمعيات العلمية والروابط الطلابية بالجامعة للعام النقابي الجديد. وقال رئيس لجنة الاقتراع لانتخابات الجمعية ثامر المحطب إن عملية التصويت شهدت حضورا هادئا على مستوى الطلاب والطالبات منذ الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع، ويحق ل229 طالبا وطالبة التصويت في انتخابات جمعية الصيدلة التي يتنافس على مقاعدها كل من القائمة المستقلة وقائمة الصيدلة. اليوم في انتخابات طلبة كلية الصيدلة جامعة الكويت، الحمد لله يعني في أوقات الساعات الأولى يعني الحمد لله كان الإقبال جدا طيب، الطلبة في حماس واضح من الطلبة. بالنسبة حق الطالبات نفس الشيء، الإقبال معروف، الطالبات أكثر إقبالهم على الصناديق، كان عددهم أكثر، فنتوقع خلال الساعات الجاية إن شاء الله راح يزيد الإقبال.